ما تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملكو كتابة. يا كورة علمينا ما تعلميش علينا، مع الاعتذار لشيبة إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 699 من برنامجكم ملكو كتابة اللي المهندس عدلي بيستهله وغنائيا خير. في أغنية لشيبة، أيوة، يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا. أنت قلت يا كورة، فأنا بقول لا، هي يا كورة علمينا ما تعلميش علينا ما يحدث في في دنيا هذه الساحرة المجنونة. طب استناني بقى، هو أنت هتسرق وتمشي يعني؟ الأغنية دي يا جماعة بتاعت المبدعة منة عدلي القيعي، فأنا مش موافق على السرقة، لانه كده المفروض لما اسرق حاجه من حد اقول دي بتاعت فلان. لا، ما هي شيبه اللي بيغنيها. ايوه بس حقوق ال، طيب ايا كان، انا 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 كوره محفوظة. انا كوره هي اللي انت غيرتها. الكوره الكوره لها عالمها الخاص، دنيتها الخاص، وفعلا هي بتدي دروس. لما تيجي قبل الماتش بساعات وبيوم وبلحظات كل الناس تقول لك ايه، مستنيين الاتحاد بقى ما تشوف هيعمل ايه، خاصة انه لو كسب هيخش المربع وهيلعب افريقيا وهيعمل مش عارف ايه. ولا احد يتوقف امام ان الكرة ليها منطقة، اعملوا حساباتكم زي ما انتم عايزين. اللي استسهلوا ماتش ان الاتحاد هيعطل الزمالك والاسماعيلي والاهلي هيفوز يتصدر مرتاح بقى، يبقى عنده فرصتين، فرصه التعادل وفرصه الاستمرار بالمواجهات. نسيوا منطق الكوره. منطق الكوره بالامس كل الاستديوهات اجمعت ان الزمالك ما كانش في مستواه. بينما عاند الحظ بكل شكل من اشكال المعانده النادي الاهلي، سواء في الكوره الرائعه لفخر الدين بن يوسف اللي جن يعني ركب بطريقه رائعه جدا، او بالعناد المستمر وانت جايب جون بدري. تملي يقول لك ايه، جيب جون بدري بس عشان الماتش يفتح. فتح الماتش لكن الشبكه ما رضتش تفتح، فضلت قافله. عشان كده دي حلقه مهمه جدا، هذه ابرز عناوينها. مقالي ومقالوا ولا شيء بعد. الغربال من قال أنها عادلة؟ وبعظمة لسانه إنه وقت النزاهة. الشموع الحمراء عن السياسي العاشق وأسرار الملك عن ملك الجبهة اليسرى. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة